شباب فهد بيضحكوا بي. انا عارف انت زعقت لي ليه انا ودنيا ليه؟ ها غير دي ولا ايه؟ وجه ليس اكد الكلام بتاع فهد وبيضحك. وجاسر قال بس يا انت وهو هو غيرت ايه وزفت ايه غوره من وشي وزقهم وراح على سريره وافتكر زيقه معهم وبيبص لهم لقاهم بيضحكوا. وجاسر قال ما هنا لازم احط النقط على الحروف واقول لعمي مالك واخطبها وارتاح بقى من اللي انا فيه ده. وبعدين راح في صراع مع نفسه وراح نوم عميق والباقي بيبصوا عليه. وليس قال اقسم بالله الواد جاسر ده بيحب البيت دنيا دي. لا 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 دنيا وجاسر هارسوا دول يجيبوا علقة ببرة. ورعد قال ولا ده جاسر من ساعة ما الصالح مع دنيا وهو بقى زي الله وهي كمان محدش قريب منها غير جاسر. ومازن وفريد أكدوا كلام رعد. الله 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 ياه لو دنيا الأسد وجاسر النمر قلبهم اتحرك ده هيبقى خبر الموسم. وكل ضحك على جنان ليس. وبعدها كل واحد نام على سريره وكله اتصل بمامته وطمنوا أمهاتهم عليهم. وبعدها كله راح في نوم عميق نسيبهم ونروح للبنات. البنات برضو اتصلوا بأهليهم وطمنوهم وعرفوهم ان هم مع أبهاتهم واتطمنوا عليهم. بس ولادهم صعبوا عليهم عارفين ان البنات يعين هيتنفخوا. وبعدها البنات ناموا وعدى الليل وجه فجر يوم جديد. كل الموجود في المعسكر بدأوا يصحوا وجه عساكر خبطوا على أوضة البنات ودنيا فتحت لقت عساكر القائد بيقول لحضرتك يا ريت تلبسوا الملابس دي. وبعدها العسكري مشى ودنيا قفلت الباب وقالت للبنات يلا كل واحدة تلبس الهدوم دي وتخرج لساحة التدريب. ويا ريت موبايلاتكم تسلموها ليا اسلمها للفرقة. وكمان حاجة انا اللي هبقى مسؤولة عن تدريبكم. وخرجت وسابتهم في صدمتهم. وحنين قالت هو اللي انا سمعته ده صح؟ هي دنيا هي اللي هتدربنا؟ لا 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 بقى لا بقى احنا كده هنموت. ويتية ومليكة وعشق وردينة مصدومين ومش عارفين يقولوا ايه. بس في الاخر فقوا على صوت حنين اللي بتعيط. وملكة قالت لها اهدي يا حنة هي موتة ولا اكتر يلا البسي بدل ما نتأخر. وكل خرج لساحة التدريب وكانت دنيا وجاسر ومازن وفريد ورعد ومراد واقفين جنب فرقة الوحوش. وحمزة بصوت عالي قال لهم انتباه دلوقتي هعرفكم على الفرقة اللي هتدربكم وهتبقى تحت اشرافنا احنا الرائد مازن حمزة ورعد جاسر رائد ليس الالفي مراد محمود فريد الشافعي فهد الحديدي رائد دنيا مالك والرائد جاسر رعد والنقيب احمد حازم وملازم اول ادم الحديدي دول هم اللي هيبقوا فريق تدريباتكم. ودلوقتي الرائد دنيا هي اللي هتتكلم. انا دنيا السيوفي رائد في الشرطة المصرية هدربكم على الفنون القتالية وهيبقى معايا الرائد جاسر الحديدي. ودلوقتي هقول على هبدأ معهم وياريت اللي هقول اسمها تيجي هنا جنبي. حنين مالك السيوفي تيا جاسر الألفي عايش أحمد الألفي رودينا محمود القاضي مليكة حمزة الشافعي انتوا هتبقوا فريقي وهعلمكم كل الفنون القتال. وياريت ندخل نلبس لبس التدريب هتلاقوا اللبسة في الأوض بتاعتكم اتفضلوا وياريت ما تتأخروش. والبنات مبرقة ومصدومين عارفين ان دنيا هي وجاسر صعب في لعبهم وافقوا من صدمتهم على صوت جاسر اللي بيقول لهم ايه واقفين ليه اتفضلوا جهزوا. والباقي بيبص عليهم وكاتمين ضحكتهم وخصوصا ليس شاف صدمة حنين لانها على طول بتقول له ان هي بتخاف من دنيا. والبنات مشوا وهم في حالة صدمة بالرغم ان هم رياضيين واخدين بطولات بس دنيا اكتر واحدة اخدة بطولات وعنيفة في لعبها. والبنات دخلوا السكن علشان يغيروا ويلبسوا لبس التدريب وهم في حالة صدمة وما كانوش يعرفوا ان المعسكر هيبقى فيه تدريبات رياضية وفنون قتالية. وكانوا بيحسبوا ان هم في معسكر تدريب في مجال شغلهم. وواحدة من البنات كانت حنين يا بنات اللي انا سمعته بره ده حقيقي يا اختي حقيقي
ربنا يبقى مرر دافع مع اختك ومع الاخ جاسر. او ربنا يستر. انا حاسه ان في مؤامره علينا. حاسه؟ مش متاكده يا بنتي. ده باين قوي ان هم ما عرفوش يدخلونا معهم شرطه ولا جيش. قالوا احنا بقى هندخلهم غصب عنهم. مالكم قلقانين ليه؟ ما هو احنا معانا بطولات في الفنون القتاليه وكونغ فو وكاراتيه، يعني احنا مش قليلين. يلا خلصوا علشان نخرج. احنا توكسي يا اختي. احنا نيجي ايه يا اختي؟ في الجبابره اللي بره دول يا ماما، دول مفتريين. طب يلا يا حنين، بدل ما تلاقي الجبابره دول على دماغنا نسيبهم يجهزوا ونروح لامهاتهم نورا معرفه ان مليكه واولاد اصحابها في معسكر تدريب واحد وصلت بصاحبتها وبتقول لها انا حاسه اني في مؤامره، واساس المؤامره دي جاسر الالفي ورعد الحديد كوب الاشتراك مع حمزه ومحمود واحمد. انا فعلا حسيت بكده لما تيا اتصلت بيا وقالت لي بجد بجد ربنا يستر البنات مش حمل ابهاتهم ولا اخواتهم. مالكم يا بنات؟ احنا كنا ولا عمرنا لعبنا رياضه ولا جينا المعسكر واتدربنا لحد ما بقينا ضباط جوه الجيش. ليه قلقانين على البنات؟ على الاقل هم طول عمرهم بيلعبوا وبيكسبوا مسابقات، وبصراحه انا مبسوطه ان هم مع بعض. عندك حق يا حبيبه، وبطلوا قلق بقى. كلنا كنا قلقانين ان هم هيروحوا المعسكر لوحدهم، دلوقتي عرفنا ان هم مع ابهاتهم واخواتهم وبطلوا قلق واستمتعوا بحياتكم. وتعالوا نعمل حاجات مجنونه من غير شيل هم الاولاد، ايه رايكم؟ ونور نسيت عيالها وسقفت بايديها. ايش معاكي؟ انا بقالي كتير ما عملتش حاجه مجنونه. وهي قالت لها وبالنسبه للمناحه اللي حضرتك كنت عاملاها لنا الصبح، ها ايه؟ والله يا اخت ايه، الاخت شروق والاخت حبيبه والاخت اسراء اقنعوني. خلاص شوفوا بقى هنروح فين، انا عايزه اروح الملاهي. ايه ملاهي؟ ملاهي يا دكتوره، احنا كبرنا على كده. كبرنا يا توتا، وربنا البت نور دي عسل. يلا تعالوا نروح بدل الدوامه اللي احنا فيها من اول ما اتجوزنا وخلفه الولاد والماجستير والدكتوراه، احنا بدوامه. اه والله يا اسراء عندك حق، الواحد نفسه يتفسح ونلعب. ياه ايام. طب يلا احنا لسه اول النهار، تعالوا نروح الملاهي ونروح مول وندخل سينما وناكل ايس كريم ونروح الكورنيش. فاكرين اخر فسحه قبل الجواز؟ ياه يا حبيبه، دي كانت فسحه تحفه، وكانت بدايه صداقتنا معاكي. هو من ساعتها وانتي بقيتي واحده مننا، انتوا احلى حاجه حصلت لي في حياتي. ربنا يخليكوا لي يا رب ويخليكي لنا يا بيبه. خلاص بقى يلا نبدا يومنا بقى. طب يا ست نور، وبالنسبه للوحوش لو عرفوا؟ ما يعرفوا يا اختي، واحنا هنعمل حاجه غلط ولا ايه؟ ربنا يستر لو عرفوا هيعلقونا. بس يا بنت انت وهي، ويلا نلحق يومنا. ويعرفوا ما يعرفوش، هم مطلعين عينينا هم وعيالهم طول عمرهم. يلا يلا نسيبهم يروحوا يتفسحوا ونروح للفرقة. جاسر كلم حد على التليفون وقفل معاه، وبعدها طلب بقية الفرقة يدخلوا، ودخلوا كلهم مكتب جاسر. ورعد بيقول له خير يا جاسر، مالك؟ هو في حاجة حصلت لحد من القيادة؟ لا، بس الهوانم خرجوا وراحوا الملاهي. ايه ملاهي؟ ايه اللي انت اللي بتقوله ده؟ وهوانم مين؟ زوجاتنا الحلوين، وانت عرفت منين؟ وجاسر بص له بصة، احمد بلع كل كلامه بعد البصة دي، وحمزان انا شامم ريحة نور مراتي في الموضوع ده، هي اكتر واحدة بتحب الملاهي. واحنا لسه هنستنى؟ قوم نروح ليهم، بس ايه من غير ما يشوفونا ولا يحسوا بينا. طب يلا بسرعة. تمام يلا، بس استنى انا هقول لحازم ان احنا هنروح مشوار صد رد وهنرجع على طول. وبعدها جاسر بلغ حازم الحديدي وقفل معاه، وبعدها خرجوا كلهم وركبوا عربية واحدة، وجاسر بيكلم الشخص اللي بيراقب مراته، وبعدها قفل معاه، وبعدها اتكلم مع اصحابه وقال لهم الهوانم في الملاهي دلوقتي بيلعبوا وهو عايشين حياتهم، ولا كأنهم دكاترة كبار ولا أزواجهم في مراكز مرموقة. والله أنا عارف إن نور هي أس الفساد في الموضوع الفسحة دي، كلهم غلطانين في الموضوع ده يا حمزة. يا جماعة بالراحة عليهم،
هما نسيوا نفسهم من خلفة وتربية وشغل وتحضير ماجستير ودكتوراه، وعمرهم ما أثروا معانا. ليه بقى زعلانين إن هما بيرفهوا عن نفسهم؟ صح يا أحمد، عندك حق، والله عمرهم ما تكلموا ولا اشتكوا. إحنا كنا بنروح مهمتنا وكنا بنسيبهم بالشهور، وهم ما أثروش معانا في أي حاجة، ولا مع الأولاد ولا أهالينا. المفروض نروح نفرحهم مش ننكد عليهم. اوعى تنسوا ان دول عشق الوحوش، ولا ايه يا وحوش؟ وجاسر ومالك ورعد وحمزه التزموا الصمت وفكروا في كلام احمد ومحمود، وعرفوا ان هم عندهم حق، وكل واحد شارد في حبيبته. وبدل ما كانوا متحفزين ومتحاملين عليهم، غيروا تفكيرهم 180 درجه، ومنتظرين يروحوا لهم ويفرحوهم ويسعدوهم، لانهم هم سبب سعادتهم. استو لحد هنا، ونكمل بكرة ونشوف وحشنا هيسعدوا زوجاتهم ازاي. بس استنوا، قبل ما تمشوا دعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة، وما تنسوش صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقوا اللينك في اول تعليق مثبت. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.